مرحبا بكم. يستطيع الكثير من العلماء حول العالم اكتشاف العديد من الأشياء الغريبة والمختلفة واكتشاف الكثير من الأثريات التي تعود أصولها إلى فجر التاريخ. هذه الاكتشافات تساعدهم على معرفة الكثير من الخصائص التي كانت تتميز بها هذه الفترة، ونحن هنا اليوم في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم بعضا من هذه الاكتشافات والتي استطاع العلماء اكتشافها والتي سوف تنال إعجابك بشدة. ولكن قبل أن نبدأ ادعمونا بإعجاب للفيديو واشتراك بالقناة حتى يصلكم منا كل جديد. أولا، قرص الجينات الوراثية في كولومبيا. استطاع العلماء في كولومبيا اكتشاف هذا القرص الذي يحتوي على العديد من المعلومات الجينية والوراثية، مما أدهش الكثير من العلماء حول العالم. كان يوجد على هذا القرص العديد من الرموز والأشكال والتي تعبر عن مراحل الحياة التي يمر بها الإنسان، ويقال أن وزنه كان يصل إلى 2 كيلوغرام وقطره إلى 30 سنتيمتر بالكامل. وعلى عكس ما يعتقد الكثير من الناس أنها تحتوي على مجموعة من الزخارف، إلا أنها تحتوي على الكثير من الأشكال والتي تعبر عن تطور بعض من الكائنات الحية بطريقة مدهشة للغاية. وحتى الآن يوجد هذا القرص في أحدى المتاحف وينال إعجاب الكثير من الزوار من مختلف دول العالم. ثانياً، تل سيلبيري. يعتبر هذا التل واحداً من أغرب التلال الموجودة في أوروبا بالكامل، حيث يقال أن ارتفاعه 40 متر وعرضه 150 متر. يقال أن عملية البناء استغرقت 15 مليون ساعة عمل. كان يحدث فوق هذا التل العديد من الطقوس الدينية الغريبة التي كان يتبعها أهل هذه المنطقة في هذا الوقت، وعلى عكس الأهرامات لم تكن هذه المنطقة مخصصة للمقابر، حيث أنه لم يتم اكتشاف أي من بقايا الأشخاص الميتين الذين كانوا يعيشون في هذه المنطقة في هذا التل، ولهذا كان يعتبر هذا التل واحدا من الألغاز الغامضة التي لم يستطع الكثيرون الوصول إلى حقيقة تصميمه بهذا الشكل. ثالثا، حجر إنغاتاسي. في أحدى الولايات الصغيرة في البرازيل والتي تعرف باسم إنغاب، تم اكتشاف هذا الحجر الأثري، ويقال أنه يجعل مساحة 250 مترا مربع وطوله 46 متر وارتفاعه 4 أمتار. هو يحتوي على الكثير من الرسومات والأشكال الغريبة التي تدهش الكثير من العلماء على مر العصور، وتحتوي على مجموعة من الصور مثل الفواكه والبشر والحيوانات. هذا ما كان يثير إعجاب كل المشاهدين والزوار من مختلف الأماكن حول العالم. ولهذا تعتبر هذه القطعة الصخرية واحدة من أهم الصخور التي تم اكتشافها في البرازيل حتى الآن. رابعاً، مسلة إمبراطورية أكسوم العتيقة. توجد هذه الإمبراطورية في إثيوبيا، وهي تعتبر من أهم الإمبراطوريات وتعرف باسم أكسوم. تم تأسيس هذه المسلة في هذه الإمبراطورية، والتي كانت تعتبر من أهم رموز هذه الحضارة. أصبحت أكسوم لاعباً رئيسياً فيما يتعلق بطرق التجارة التي تصل الإمبراطورية الرومانية والهند قديماً. سهل حكام أكسوم عملية التجارة عبر سك عملتهم الأكسومية الخاصة، ففرضت المملكة هيمنتها على مملكة كوش التي بدأت بالانحدار. يؤكد الكثير من علماء الآثار أن هذه المسلة تعتبر واحدة من المسلات الفريدة من نوعها، تضم حوالي 200 مسلة، وهذا ما يجذب الكثير من الناس إلى هذه الحضارة حتى يتمكنوا من رؤيتها. هي تحتوي على العديد من الأعمال الهندسية المميزة والرائعة التي تعبر عن ثقافة هذه الشعوب. يقال إنها قديماً كانت تحتاج إلى مجهود كبير للغاية حتى يستطيع العمال في هذا الوقت من نقل الأحجار من مكان إلى آخر. يصل طول المسلة إلى 25 متر، ويقال أن وزنها يتراوح ما بين 150 إلى 200 طن. يؤكد الكثير من الخبراء وعلماء الآثار أن هذه المسلات ترمز إلى بعض من المقابر التي كانت تعود إلى هؤلاء الأشخاص والذين كانوا يعيشون في هذه الحقبة. ولكن طريقة البناء والتصميم هي ما تنال إعجاب الكثير من الزوار. خامساً، حجر بن بن الغامض. كان العلماء في حيرة كبيرة جداً من أمرهم، حيث أن الكثير من العلماء كانوا يظنون أن هذا الحجر يعود في الأساس إلى نيزك جاء من الفضاء. زعم متناقل الخبر أن هذا الهرم منحوت من الحجر الأسود الحديدي النيزكي، وأن مصدره الفضاء الخارجي، فلا وجود له على سطح الأرض، ولم يتم التعرف عليه بحسب بعض متداوليه إلا بعد صعود العلماء إلى الفضاء الخارجي. وأضافوا أن مجموعة من العلماء أكدوا
أنه لا يمكن نقش هذا النوع من الحجر إلا باستخدام تقنية الليزر، وهي بطبيعة الحال غير المتوفرة في ذلك الوقت، وأن الاقتراب من الحجر يجعل الإنسان يشعر بالراحة النفسية والصفاء. حيث أن هذه الرسومات تشبه مجموعة من الطيور، وتؤكد على أن هذه الرموز تعود إلى هذه الحضارة، وتم رسمها ونقشها ونحتها بطريقة احترافية للغاية على هذه الصخور الصلبة. يقال أن هذا الطائر يرمز إلى طائر الفينيقي، وهذا الحجر لديه تصميم هرمي الشكل، ويؤكد الكثير من الخبراء على أنه من الممكن أن يكون هذا النيزك سقط على الأرض في يوم من الأيام، واستطاع شعب هذه الحضارة من استخدامه في عمل هذه القطع الأثرية المميزة للغاية. سادساً، السيف الأثري. في ثمانينيات القرن الماضي استطاع العلماء اكتشاف هذا السيف الأثري المدهش في مدينة غرابو في بولندا، حيث كان العلماء يقومون بالحفر في إحدى الجبال، واستطاعوا اكتشاف هذا السيف المدهش الذي كان يعتبر واحدا من السيوف المصنوعة بطريقة احترافية للغاية، حتى إنه كان يحتوي على العديد من الزخارف المميزة التي لم يستطع أي من العلماء معرفة الطريقة التي تم بها صناعة هذه الزخارف منذ عصور قديمة. كان يتم استخدام مجموعة من النحاس والمغنيسيوم والألومنيوم في صناعة هذا السيف، ومن المعروف أنه تم اكتشاف الألومنيوم في عام 1825، فهل يمكن أن يتم استخدام هذا العنصر بهذه الاحترافية منذ القدم وبهذا الشكل؟ يفترض بعض العلماء أنه قد سقط هذا النيزك على كوكب الأرض، وكان يحتوي على مجموعة من هذه العناصر التي ساعدت القدماء على صناعة هذا السيف باستخدام هذه العناصر، أو من الممكن أنه كان يتم الاتصال مع مجموعة من الفضائيين من قبل كل الحضارات القديمة، وربما أن الفضائيين كانوا متقدمين بدرجة كبيرة جدا عن القدماء، وهذا ما كان يساعد القدماء على محاولة صناعة العديد من الأثريات بهذه التقنية وبهذا الشكل المحترف. بالإضافة إلى أن الكثير من الناس يزعمون على أن الفضائيين كانوا يساعدون المصريين القدماء من أجل صناعة هذه الأهرامات التي يصل حجمها بهذا الحجم الضخم، هذا ما كان يجعل البعض يشاهد مجموعة من الرسومات والمنقوشات الغريبة التي تعود إلى مجموعة من الفضائيين، والتي كانت تظهر في مختلف المعابد الفرعونية القديمة. ولكن حتى الآن لا تزال هذه الأسرار محفوظة في هذه الحضارات المميزة القديمة، ولم يتمكن أي من العلماء من إثبات صحة هذا الشيء حتى يومنا هذا. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.